في سنترال باناسونيك تي اي 38، او هو لو تي اس 824 برضو هو هو. لو انا عايز احول المكالمات بتاعتي من مكتبي على مكتب تاني، في اختيارين: يا اما احول المكالمات لو انا مشغول او ما رديتش على التليفون لاي سبب من الاسباب، او احول المكالمات بشكل عام عشان انا خارج او هاخد بريك. الطريقه بتاعه التحويل سهله جدا. انا بفتح السبيكر وبعمل 711 لو عايز احول كل المكالمات، وبختار رقم الاكستنشن وليكن 105 مثلا، وبدوس مربع كده التليفون بتاعي. اي حد هيطلب 101 المفروض انه هيتنقل على 105. لما نيجي نجرب كده اهو، المفروض ده بيطلب 101، والمفروض ان التليفون بيرن على 101 دلوقتي. لا طبعا الجرس اتحول على 105، لان انا قلت له الجرس اتحول على 105 تاكيدا. لو سحبت الجرس فعلا في جرس بيرن من 107، بس انا ما سمعتوش هنا وراح في حته تانية، رغم ان كان طالب 101. الخاصيه دي عشان الغيها قدامي حاجه من اتنين: يا اما افتح السبيكر وبدوس على مفتاح الفورورد وزيرو ومربع اتكنسلت، او الكود المعروف بتاعنا 790 بيعمل كلير لكل الداتا بتاعت البرنامج اللي معموله بشكل خاطئ. طيب انا لو عايز احول المكالمات لو انا مشغول او ما رديتش، بيبقى هي نفس الكود لكن في الحاله دي من 711 712. فانا بفتح السبيكر وبعمل 712 105 مثلا، وبعدين مربع كده التليفونات اتحولت لو انا مشغول او ما رديتش. لكن لو انا فاضي دي 101 بيرن عادي جدا. طيب انا 101 مشغول، هنطلبه من هنا، تليفون تحول ما رنش على 101 ولا دويتنج ولا اي حاجه، بدليل ان انا لو عملت كده انا سحبت الجرس اللي بيطلب، يبقى هو كان متحول بس وانا رفع السماعه. برضو للتاكيد عشان الغيها طبعا بدوس على المفتاح وبعمل 0 مربع، او بعمل 790 اللي هي ستيشن او اكستنشن داتا كلير. شكرا.